مدينة الرستان، وأنا أول شي 11/2013. حجم الدمار الذي حل بالأبنية السكنية جراء قصف طائرات الميج على أحياء مدينة الرستان. حسبنا الله ونعم الوكيل. لك تبقى من هذه الأبنية أي شيء صامت سوى الأشجار. بسم الله ونعم الوكيل. دمار هائل حل بالأبنية السكنية. تبقى من هذه المنازل سوى ذكريات. استشهد في هذا المنزل أكثر من 5 أشخاص. حسبنا الله ونعم الوكيل. أغراض المنزل أصبحت كلها تحت الركاب. حسبنا الله ونعم الوكيل. كنت الرسالة 28/11/2013.